طيب تعالى نقول بسم الله يا جريد 3 ونبدا مع يونت 2 ليسون 4 وتعالى ناخد اللونج والشورت او. بص للكلمات كده هتلاقي الكلمات ده هو الراجل عامل على دبل او ودبل او تحت وملونهم بالوان مختلفه. طيب ماشي، اللي فوق ده هنا بسميها لونج. هي ايه اللونج دي يا مستر محمد؟ كلمه لونج معناها ممدوده او طويله، فانا بقولها ايه بمدها. بص كده تول مود روم فود مون، يبقى انا بمد فيهم عشان هنقراهم كمان شويه. طب امال الشورت دول؟ لا ما بتمدش فيهم. بص كده بوك، ما بقولش ايه بوك، ما بقولش كده غلط كده اهو. فوت ما بقولش فوت، لا فوت ولا ما فوتش. طيب كلمه كوك ما بقولش كوك، لا ما بمدش فيها. جود وود، يبقى انت هنا الدبل او بتنطقهم شورت ولا لونج؟ شورت. شورت. طب واللي فوق شورت ولا لونج؟ لونج. اني اللي بيطول فيهم بتمد فيهم اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. عاش. تعال نسمع مؤمن هيقرا لنا ايه. يلا يا مؤمن. وزيز تول تول مود مود مون مون يحيى روم فود جودي اللي تحت كتاب بوك قدم فوت فوت علينا بكره ريتاج خشب لا لا وود ايوه كده جيد جود اللي فوق واحده فوق اداه تول عاش يلا يا رؤى كلمه غرفه مش معايا يا جماعة مش معايا قوي النهاردة وحشة علي الصوت مش سامع انت سامع حاجة اهو روم حالة مزاجية فين دي حالة مزاجية اهي علي الصوت عاش بس علي الصوت شوفي بقى صوت جنة هيبقى ازاي يلا يا جنة قمر ليمون ليمون مين؟ مون اه ماشي طعام فود اكسلنت طيب كمل معايا خليك انت تقرا دول عشان انت شاطر هات لي ليسون 5 كده وتعالى نقرا مع بعض الوردز دي ريبيت افتر مي لارج استعد عشان انت اللي هتقرا اول واحد لارج وورم امبورتنت كول تعالوا نقولهم كمان مرة ضخم اللي هو لارج حتى انت ساعات بتيجي تقول انا مشتري قميص ايه اكس لارج سمعتها الكلمة دي كتير تمام وورم اللي هو دافي امبورتنت مهم كول معتدل البرودة جيرمس جراثيم لاير طبقة ستومك اسيد ستومك اسيد اللي هو حمض المعدة انرجي طاقة ديرت اللي هي القذارة أو المخلفات سان بيرن ضربة شمس سان سكرين كريم واقي من الشمس ودايجستشن اللي هي عملية الهضم دايجستشن دايجستشن كمل معايا آخر كلمتين وخلاص بيج نمبر 18 سوالو سوالو يبلع لوك افتر يعتني بي ابزرف اللي هو يمتص دامج يتلف بوش يدفع بريك داون معناها يفتت او يكسر لحاجات صغيره سوالو لوك افتر ابزرب بريك داون بوش دامج يلا يا مالك يبلع سوالو يعتني بي لوك افتر يتلف دهي 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 يتلف دامج هات اللي بعديها يدفع بش بش طيب تعالى نشوف حاجة تاني ركز معايا يا شباب هدي كده اور سكين تعال نشوف ايه موضوع اور سكين ده يلا بينا هديك معلومة غريبة قوي عن الجلد بتاعنا ماله الجلد بتاعنا بقى الجلد اللي انت شايفه قدامك ده هو ده مش طبقة واحدة ده في كذا طبقة معقول يلا بينا نشوف امشي معايا واحدة واحدة
Our skin is the largest organ in our body. يعني أكبر عضو في جسمنا هو مين؟ الجلد. ليه؟ لأن الجلد في كل جسمنا. And it's very important. هو مهم جدا. ليه بقى مهم جدا؟ الجلد ده هو لو أنت في حاجة شكتك كده أنت بتنطر إيديك بسرعة. صح؟ ليه؟ لأن هنا الجلد فيه خلايا كده حساسة بتقول إن فيه خطر فأنت بتبعد عليه. لو أنت حطيت إيديك على مثلا حاجة سخنة فأنت إيه بتبعد إيديك. ليه؟ لأن فيه كده الحاجات دي ممكن تعورك أو ممكن تأذيك. فالجلد هو أول عدو بيحميك. بيحميك من إيه بقى؟ It protects us from the sun. بيحمينا من الشمس. As well as from dirt. وبيحمينا كمان من أي حاجة قذرة أو حاجة إيه مش نظيفة. Anti germs. وكمان من إيه؟ من الجراثيم. يبقى بيحمينا من كم حاجة؟ الصن والديرت والجيرمس. الصن الشمس، الديرت الأوساخ أو القذورات، والجيرمس الجراثيم. It keeps you cool in hot weather and warm in cold weather. يعني يا مستر، يعني الجلد ده هو بيخلينا في الشتاء مش سعانين قوي وبيخلينا في الصيف مش حرانين قوي، يعني بيحافظ على درجة حرارة الجسم. And we need to look after our skin. احنا محتاجين ان احنا نعتني بمين؟ بالجلد بتاعنا. ليه؟ To keep it healthy. عشان الجلد ده هو يبقى صحي. ما تلاقيش مثلا ايه الواحد مثلا جه البشرة بتاعته كده مكرمشة او وشه اصفر او كده، دليل على المرض. Our skin has got lots of layers. يعني في كذا طبقة. اول طبقة التوب لاير. This is strong and water can't get through it. اللي هي الطبقة اللي هي في ايديك ده، هي شايف ايديا دي، دي الطبقة اللي هي العليا، ودي طبقة قوية جدا لدرجة ان المية لو انت غسلت ايديك بمية، المية ما بتخشش جوه جسمك، ما بتنفس من الجلد وتخش جوه ايه جسمك، عشان ما تبقاش فيه غلط. Middle layer طبقة تحت الطبقة ده، هي اللي انت شايفها، اللي هي مين بقى؟ We can't feel hot and cold things. الطبقة دي فيها شعيرات دموية بتخليك يا لورا تحس بالسعة والحر والألم والكلام ده. And disease has good blood vessels. فيها أوعية دموية زي ما قلت بتخليك تحس بالسعة والحر والكلام ده. Bottom layer الطبقة السفلى. This attaches your skin to your bones and muscles. دي بقى اللي هي متصلة بمين؟ متصلة بالعضلات والعظم بتاعك. The sun can damage our skin. الشمس ممكن تتلف الجلد بتاعنا. We can get sunburn. احنا ممكن نجيب كريم واكل الشمس. It's important to wear sunscreen. يبقى مهم اول اللي انت ايه؟ اللي انت تحط sunscreen to protect our skin. اللي انت تحطه واكل من الشمس عشان ايه؟ علشان تخلي بالك من الجلد بتاعك. كده احنا خلصنا اليونت ده يا شباب. تعالى نشوف حاجة صغيرة، اخر حاجة صغيرة بس ليه ده وخلاص. We know it's important to eat healthy food. يبقى مهم قوي. امشي معايا واحدة واحدة ما تسابقنيش. امشي معايا واحدة واحدة ما تسابقنيش. يبقى مهم قوي ان انت تاكل طعام صحي. But do you know what happens to food after you eat? انت عارف اللي بيحصل لك او بيحصل للطعام من بعد ما انت ما بتاكله؟ الطعام ده بينزل معدتك. When we swallow food لما نيجي نبلع الطعام ده هو اللي بيحصل يا مستر محمد؟ It goes to our stomach. بيروح للمعدة بتاعتنا اللي هي عاملة زي الخلاط بالظبط. We get energy and nutrients. احنا بنحصل على الطاقة والمواد الغذائية from the food من الايه الطعام. And we eat energy and nutrients from the food we eat, but our bodies have to change the food so it can use it. يعني الجسم بتاعنا او المعدة بتغير شكل الطعام عن طريق ان هي بتخلطه علشان الجسم يستفاد بيه. يعني انا مثلا التفاحية مش بحطها في المعدة الجسم بيستفاد من التفاحية، لا هو بيستفاد منين؟ من هضم التفاحية دي. التفاحة بتبقى عاملة زي العصير كده جوه الجسم. And it has to break down. اهو لازم يكسر الطعام ده ايه؟ Before it can absorb. قبل ما يمتصه. And it we chew food before in our mouth using our teeth. ده كمان الطعام قبل ما بيتهضم في المعدة يا جنة بيتهضم في حتة الأول فين؟ في بقنا، عن طريق اللي انت ايه بتقعد تمضغه كده. انت كده بتهضمه بس ما بيبقاش هضمه قوي. المعدة بقى بتكمل عليه.
tongue and jaw عن طريق اللسان والايه والفك. Do we need saliva؟ احنا محتاجين اللعاب اللي هو زي الريق كده علشان ايه؟ علشان يخلي الطعام ايه يتهضم. To help us do this. And this is a liquid made in our mouth. يبقى ايه اللعاب ده؟ عبارة عن سائل كده فين؟ في بقنا. Then we swallow the food. بنبلع الطعام. Muscles help to push it down to our stomach. يبقى العضلات ده اللي هي في المريء هي اللي بتخلي الطعام ينزل ايه للمعدة. When the food is in our stomach, لما الطعام بيكون في المعدة, another special liquid called stomach acid breaks down the food. يعني ايه يا مستر؟ يعني الطعام ده هنا ما بينزل في المعدة, المعدة فيها مية او سائل كده ممكن يهضم اي حاجة. This is called digestion. يبقى اللي احنا عملناه ده هو العملية دي اسمها عملية الهضم. Now the body can absorb the nutrients it needs from the food. يعني بيبدأ يمتص الايه الحاجات اللي اتهضمت دي عشان يوزعها للجسم. And get rid of the things it doesn't need. بيبدأ يتخلص من الفضلات والحاجات اللي الجسم ايه مش محتاجها بره. كده اليونت خلص. تعال نحل ونعمل ديكتيشن بدرجات.